انا الحقيقه في موقف شدني كذا او اثار حفيظتي زي ما يقولون، يعني كبار السن وكذا. تصور واحد 80 سنه عايش في عصر التكنولوجيا يعني، وعايش في مجتمع كل واحد بجواله، وهو يتذكر الماضي ويتذكر. صحيح. فاذا حبيت اني اقول القصيده. يا ليت يا ليت، تفضل. لا 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 لا. الله من شايب ريته يصافق يدينه صفق قوي، دمعته فوق خده ويتغبان على ماضي زمانه، يوم قدرت عمره في 100 عام ولا حولها. قلت يا عود لا تحزن، ترى هذه الدنيا ولا شيء، يخلق العبد ما عنده ولا شيء ويغادر بلا شيء. قال يا والدي ادري بالمقادير والدنيا ما هي لي، لازم ان نغادر مثل ما غادر اللي قبلنا، لكن ابكي بعد ما فارقوني رفاقي الاولين. الله الله. بعد كنا يد واحده وعشنا على حلوه ومره، وان دعا داعي الفزعه فزعنا وسدينا اللزوم، وان بدا ضيف ضيفناه ويدا الله معيد الجماعه، رغم كل الموارد كل واحد يقوم بطاقته، واللي جاله ولد رباه ويربي اولاد القبيله، والنصايح وذكر الله نعطر مجالسنا بها، والصلوات نديها ونعرف جميع الواجبات، لا درسنا ولا معنا وظائف ولا معنا تجارة، واللي يحسب من التجارة عنده ريالين عربية، أسرة واحدة ما بيننا لا حسود ولا منافق، وانغلط واحد منا يقوم بطلي ولا بثورة، وارضنا طيبة ما عندنا غير الانتاج المحلي، والحلال يتكاثر والمزارع يلاقي البيرمة. أما هذا الزمان الله الله، أما هذا الزمن لا 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 لا، أما ذا الحين يا ولدي قلب واختلاف وجه الزمان، راحوا الطيبين وباروا أهل المزارع والمواشي، وارضنا مجدبه وارزاقنا من وراء 7 بحور، والرجال أهملوا عاداتهم وأخذت الموضة نسانا، واشغلونا عيال الغرب من عولمة في عولمة، والله يا الاتصالات إنها مشكلة وأكبر مصيبة، البرامج في الانترنت عبر الجلاكسي وايفون، إن دخلت المجالس كل رجال عينه في جهازه، واللي في البيت طول الوقت في الأجهزة يتشبحون، حتى الأسرة معي في البيت 20 ويكني لحالي، كل واحد على جواله يضحك ويبكي من هواه، بعض الأحيان وأنا بكرة موتي أفضل من حياتي، يوم قل البصر والسمع وأصبحت في الدنيا غريبة، وأنا واللي من أجيالي إلى الآن ما أخذنا هوانا، الله يحسن خواتمنا ويصلح شباب المسلمين. قولة لا إله إلا الله ومحمد الصادق رسوله، ليتها ما تغادر من قلوب البشر وعقولها، ليتها ما تغادر من قلوب البشر وعقولها. الله الله، صح لسانك.